السلام عليكم ورحمة الله. مع المحاضرة الثالثة في الكلام على الاكسترنال كاروت ارتري، هنتكلم على برانش مهم منه وهو الاسندنج فارنجيال ارتري. الاسندنج فارنجيال ارتري هو ارتري صغير جدا في الانجي، بنشوفه زي الفتلة، رفيع خالص كده، تين اند سلندر، وممكن يكون اول برانش يطلع من الاكسترنال كاروتد. ومع انه صغير جدا الا ان هو من اخطر الارتريز اللي خارجه من الاكسترنال كاروتد، عشان كده بيوصفوه ان هو از فيري بيزي ليتل ارتري، ارتري صغير ولكن فيري بيزي، والارتري له يعني انستموزس كتير جدا. يكفي ان انت تعرف ان هو له انستموزس مع كل الارتريز اللي تتخيلها في الهيدن دريك، يعني له انستموزس مع برانشات الاكسترنال كاروتيد الثانيه موجود، له انستموزس مع الانتيريور سيركيوليشن الكاروتيد موجود، وله انستموزس مع البوستيريور سيركيوليشن الفيرتبرال ارتري برده موجود. الارتري بيطلع من البوستروميديال اسبكت بتاع الاكسترنال كاروتيد، عشان كده هو احد الدورزال برانشز عند الليفل بتاع اللينجوال ارتري تقريبا، وممكن يطلع من الانترنال كاروتيد وممكن يطلع من الكومن كاروتيد عند البايفوركيشن بالظبط. الانجيو ده لاترال كومن كاروتيد ارتري انجيوجرام، ده الكومن كاروتيد وده الانترنال كاروتيد وده الاكسترنال كاروتيد، وهنا تقريبا الاوريجن بتاع الاسندنج فارنجيال. تلاحظ هنا الانتيميت ريليشن شيب ما بين الاسندنج فارنجيال والانترنال كاروتيد، عشان كده ما تستغربش ان له انستموزس مع الانتيريور سيريبرال سيركيوليشن. ومن الحاجات برضو الخطيره في الارتري ده ان هو بيعمل سبلاي للكرينيال نيرفز كتير. يكفي ان انت تعرف ان احنا هنتكلم عليه ان هو له برانشين كبار، anterior وposterior. البوستيريور ديفيجن اللي هو النيورومينينجيال ترانك او هنسميه الانتراكرينيال ترانك، هو اصلا برانش كله ماشي انتراكرينيال، بيدخل من الفورمن ماجنوم ويدي برانشات بقى بعد ما يبقى انتراكرينيال. الكورس بتاع الاسندنج فارنجيال هو الارتري ماشي سوبيريور، ماشي فيرتيكال زي ما احنا شفناه في الانجيو اللي فات كده، ويبقى ماشي على اللونجاس كابيتس ماسل اللي هي الماسل دي. الماسل دي بتطلع بتندينيوس سليبس كده، يعني بتطلع بفور سليبس زي ما في الدايجرام ده كده، من الانتيريور تيوبركلز اللي هي على الترانسفيرس بروسيسز بتاعه السيرفايكال فيرتبري من اول سي 3 لحد سي 6، والانسرشن بتاعه بيبقى في البازلر بارت اوف اوكسيبيتال بون، والتو ماسل بيبقوا كونفرجنج كده فروم لاترال تو ميديال. الارتري بيبقى ماشي على اللونجاس كابيتس ما بين الكاروتيد شيس، الكاروتيد شيس بيبقى لاترال لو، وما بين الفاركس اللي هو بيبقى ميديال لو. وفي الاخر الارتري بيتقسم لتو ديفيجنز زي ما قلنا، ممكن نسميهم انتيريور وبوستيريور، والتربنيشن بتاعته بتبقى عند السوبيريور فارنكس، وفي الاخر بيعمل رايت انجل تيرن كده وبيمشي انتروميديال. ودي طبيعه البرانشز الفارنجيال بتاعه الارتري. الارتري بيبقى ماشي سوبيريور ويبدا يدي برانشز كلها بتعمل نفس الطريقه دي تقريبا، بتعمل رايت انجل تيرنز وتطلع انتروميديال. السبلاي بتاع الاسندنج فارنجيال طبعا من اسمه لازم ما تنساش الفارنجيال ماسلز والميوكوزا والسوفت بالات، بيعمل سبلاي للبريفيرتبرال ماسلز زي ما شفنا كده اللونجاس كابيتس مثلا. الاودونتويد بروسس بيعمل سبلاي للسيرفايكال فيرتبري، الابر سيرفايكال فيرتبري بالذات سي 1 وسي 2 والماسلز والنيرف روتس اللي في نفس السيجمنتس. بيعمل سبلاي للور كرينيال نيرف زي ما قلنا 9 و10 و11 و12 وممكن كمان 6 و7. بيعمل سبلاي لاجزاء من البون زي لور كلايفس ميديال سكال بيز، بيعمل سبلاي للمننجيس اللي في البوستيريور فوسا وكرينيو سيرفايكال جانكشن، واجزاء من المننجيس اللي عند الميدل كرينيال فوسا والميدل اير. له انستموزس مع الكونترالاترال ارتري، الارتري اللي في الناحيه الثانيه، ومع كل الارتريز اللي تتخيلها، مع برانشات الاكسترنال كاروتيد زي الاوكسيبيتال ميدل مننجيال اكسسوري مننجيال من الانترنال ماكسيلري والديستال برانش بتاعت الانترنال ماكسيلري، وله انستموزس مع الانترنال كاروتيد والفيرتبرال ارتري. ودي طبعا هي هنسميها دينجرس انستموزيس، لان انستموزيس يعني اكسترنال تو اكسترنال ما فيهاش خطوره قوي، الخطوره لما تكون اكسترا كرينيال تو انترا كرينيال انستموزيس. البرانشز بتاعت الاسندنج فارنجيال له تو ميجر برانشز، انتيريور وبوستيريور، او هنسميهم فارنجيال ونيورومينينجيال، او هسميهم التسميه دي من عندي اكسترا كرينيال او انترا كرينيال ترانك، وبعد كده في برانشين تانيين ماسكولو سباينال وانفيريور تمبانيك ارتري. زي ما في الدايجرام ده كده عندنا كومان كاروتيد انترنال كاروتيد اكسترنال، ده اول برانش من الاكسترنال اللي هو السوبيريور ثايرويد، وده الاسندنج فارنجيال ماشي سوبيريور فيرتيكال كده له برانشين كبار. رقم واحد ده الانتيريور ديفيجن، واثنين ده البوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن له برانشات كتير، منها عندنا هنا سوبيريور وميدل وانفيريور فرنجيال ارترز زي ما احنا بنقول كده، بتعمل رايت انجل تيرن وبتمشي انتروميديال. له برانشات ثانيه زي البلاتاين وبريفيرتبرال برانشز، دي برانشات صغيره خالص مش حتى مش موجوده في الدايجرام ده يعني. البوستيريور ديفيجن له برانشين اساسيين هم الهايبوجلوسال ارتري في الهايبوجلوسال كانال، وجاجولار ارتري بيروح للجاجولار فورمن. بعد كده في برانشين ماسكولو سباينال ارتري او ارتريز، ممكن يكون واحد او اكتر، وانفيريور تمبانيك ارتري. الانفيريور تمبانيك ده في النص كده طالع ما بين التو ديفيجنز بين الانتيريور والبوستيريور، ممكن يطلع من واحد منهم بالذات النيورومينينجيال ترانك. الماسكولو سباينال ارتريز دي زي الماسكولار سيجمنتال ارتريز اللي طالعه من الاوكسيبيتال ارتري، وبتعمل نفس الكورس تقريبا
ان هي بتطلع كده الاول سوبيريور شويه وبعد كده بتنزل انفيريور وبتبقى بارل لبعضها زي ما اتكلمنا في البرانشات بتاعت الاوكسيبيتال ارتري. نشوف نفس الكلام على الانجيوجرام دوت. ده انجيوجرام للاوكسيبيتال والاسيمينج فرينجيال ارتري، هما الاثنين في الحاله دي طالعين من كومن ترانك، فده كده الاوكسيبيتال ارتري ودي البروكسيمال سيجمنت اللي هي تقريبا ستريت، ودي الماسكولار سيجمنتال ارتريز او الستيرومستويد ارتريز، وبعد كده ده الاسيمينج فرينجيال تو ديفيجنز بتوعه انتيريور وبوستيريور، والانتيريور ديفيجن في اخرها بتدي فرينجيال ارتريز. المفروض مثلا لو دي سوبيريور فرينجيال فنلاقي هنا برانشات ثانيه مش باينه في الانجيو ده، وهنا النيورو منينجيال ترانك بالبرانشات بتاعته، وفي النص بين الاثنين ده الانفيريور تيمبانيك ارتري او ارتريز، وانا هنا مش شايف ماسكولار برانشز طالعه من الاسيندنج فرينجيال. نتكلم شويه بالتفصيل على البرانشز بتاعه الاسيندنج فرينجيال. اول حاجه الانتيريور ديفيجن اللي سميناها فرينجيال او اكسترا كرينيال ترانك، ده كل السبلاي بتاعه ملوش علاقه بالكرينيال كافيتي، فبيعمل سبلاي للفرينجيال ماسلز بالذات الميدل والسوبيريور كونستريكتور، وبيعمل سبلاي للميكوزا بتاعه الفارينكس والسوفت بالات. البرانشات زي ما قلنا انفيريور وميدل وسوبيريور فرينجيال. البرانشات دي من اسمها هتلاقي ان الانفيرو فارنجيال بيعمل سبلاي للهايبو فارنكس او اللارينجو فارنكس، ميدل فارنجيال بيعمل سبلاي للنيزو فارنكس اورو فارنكس اند سوفت بالات، السوبيريو فارنجيال بيعمل سبلاي نفس الكلام للنيزو فارنكس ومعاه الاستيكيان تيوب والماسلز اللي في المنطقه منها السوبيريو كونستريكتور ماسل. كل الفرنجيال ارتريز دي في الغالب برانشات صغيره، اوقات يكون الميدل فارنجيال هو الكبير اللي فيهم، وبرده كل الفرنجيال ارتريز دي ليها انستموزس مع الكونترالاترال ارتريز، لكن في حاجات بتزيد، فهنلاقي الميدل فارنجيال له انستموزس مع الديسندنج بالتاين ارتري ده برانش من الايماكس، والاكسسوري بنينجيال ارتري برضه برانش من الايماكس. ومال الاسندنج بالتاين كان بيطلع منين؟ كان بيطلع من الفيشيال ارتري، وان اوف ذا بروكسيمال برانشز اوف فيشيال ارتري، ونفس الكلام ليها كونتريبيوشن للفرنجيال انستموزس. السوبيرو فارنجيال ارتري زي ما قلنا له انستموزس مع الكونترالاترال ارتريز، وبيزيد عليها اكسسوري بنينجيال برضه من الايماكس، وريكرنت ارتري اوفورم اللاسرم برانش من الانفرولاترال ترانك من الكاروتيد، والفيديان اند تيرجو فاجينال ارتريز برانشات من الايماكس دي بتشارك في الاوستيكال انستوموزيس. فهو له كونتريبيوشن للفرنجيال انستوموزيس، ده هو واحد من الميجر كونتريبيوتورز، وله كونتريبيوشن للاوستيكال انستوموزيس. البرانش رقم 4 من الانتيريو ديفيجن اللي هي البلاتاين ارتريز، دي سمول ارتريز دي موجوده سوبيريور زيها كده زي السوبيريو فرنجيال ارتري، فبتعمل سبلاي للسوفت بالات للتونسلز، ليها انستموزس زيه برضه مع برانشات الانترنال ماكسيلري زي الديسندنج بالاتاين فيديان اند تيرجو بالاتاين ارتريز، والارتريز دي ممكن تاخد مكان الاسندنج بالاتاين ارتري اللي هو برانش من الفيشيال ارتري. رقم 5 بري فيرتبرال برانشز، برضه برانشات صغيره ممكن تطلع من الاسندنج فرنجيال نفسه المين ستيم يعني، او من الانتيريور او البوستيريور ديفيجن بتاعه، وبتعمل سبلاي من اسمها للبري فيرتبرال ماسلز، السمباثيك ترانك اللي جنبها 10th كرينيال نيرف والليمف نودز، وليها انستموزس مع الكونترالاترال ارتري مع الانتيريور مينينجيال ارتري من الفيرتبرال مع الهايبوكلوسال ارتري اللي هو البرانش من برانشات البوستيريور ديفيجن بتاع الاسندنج فرينجيال، ومع الاسندنج سيرفايكال ارتري من الثايرو سيرفايكال ترانك وبتشارك فيه الاودونتويد اركيد. البرانش الكبير الثاني بتاع الاسندنج فرينجيال وهو البوستيريور ديفيجن اللي سميناه نيورو مينينجيال او انتراكرينيال ترانك، الارتري ده بيمشي سوبيريور برضه وبيعمل انجل، لكن انجل دي بتبقى بوستيريور مش انتيريور زي الانتيريور ديفيجن. الارتري ده بيدخل البوستيريور فوسا من خلال الفورم الماجنوم، والسبلاي بتاعه من اسمه نيورو مينينجيال، فنيورو يعني كرينيال نيرفز 6، قلنا ممكن يكون في سبلاي لسبعه من الاسيندنج فارنجيال، ولكن اكتر اللور كرينيال نيرفز من 9 ل 12، ومعاهم ابر 3 سباينال نيرفز سوبيريوس سمباثيك جانجليون. المينينجيال سبلاي بيعمل سبلاي للمينينجيس، غالب المينينجيس اللي في البوستيريور فوسا، ولو انستموزس مع الكونترالاترال ارتري ومع المينينجيال برانشز بتاعت المينينجو هيبوفيزيال ترانك من الكاروتيد والفيرتبرال ارتري. وبرانشات الارتري دوت بتعدي من فورامينا في السكال بيز، ولان السبلاي بتاع الديفيجن دي بيشمل كتير من الكرينيال نيرفز، فعشان كده من الكومبليكيشنز بتاعت الامبولايزيشن بتاع الجلوماس تيومرز اللي هي بتبقى سبلايد غالبا بالاسيندنج فارنجيال، فيه ريسك ان انت تعمل لور كرينيال نيرف بولسي. الديفيجن دي ليها تو برانشز، هيبوجلوسال ارتري ده الاصغر وجاكولار ارتري ده الاكبر، نتكلم عليهم شويه بالتفصيل. الهايبوجلوسال ارتري هو السمولر برانش بتاع نيورومينينجيال ترانك، والارتري ده من اسمه هايبوجلوسال، فبيعمل سبلاي للهايبوجلوسال نيرف في الهايبوجلوسال كانال، وبيعمل سبلاي لجزء من المينينجيس اللي في الانتيريور بارت بتاع البوستيريور كرينيال فوسا ومنطقه الفورام ماجنوم، ولو انستموزس مع الكونترالاترال ارتري ومع الجاكولار ارتري اخوه اللي هو طالع معاه من النيورومينينجيال ترانك. في الالستريشن ده عندنا ده كده النيورومينينجيال ترانك، هو له فيرتيكال كورس دخل البوستيرو فوسا من خلال الفورام الماجنوم، وبعد كده بيدي برانشز منها هايبوجلوسال ده جاكولار برانش، انترنال اوديتوري كانال برانش، وهنا كلايفر برانشز.
الهايبوجلوسال ارتري لو برانشز كلها ديورال او مينينجيال، تفرق بس حسب مكانها. فلو مثلا جزء من البرانشز دي بيروح عند الكلايفس فهنسميها كلايفال مينينجيال برانشز، بتمشي سوبيريور، بتعمل انستموزس مع ارتري بنفس الاسم ميديال كلايفال ارتري جاي من المينينجيال هايبوفيزيال ترانك من الكاروتيد، فليها كونتريبيوشن للكلايفال انستموزس. في ديورال برانشز ثانيه بتعمل سبلاي لجزء من البوستيريور فوسا والابر سباين، بتعمل انستموزس مع الانتيريور مينينجيال ارتري. في ديورال برانشز ثانيه ديسندنج بترجع تاني للسباينال كانال وبتشارك في الاودونتويد اركيد حوالين الدنس بتاع سي 2، ودي ليها انستموزس مع سي 3 سباينال ارتري من الفيرتبرال، مع الماسكول سباينال برانشز من الاسندنج سيرفايكال ارتري من الثايرو سيرفايكال ترانك. البرانش الاكبر من النيورومينجيال ترانك وهو الجاجولار ارتري، ده بيدخل في الجاجولار فورامن زي ما في الالستريشن دي كده. ده كده الاسندنج فرينجيال ارتري، ده النيورومينجيال ترانك، هايبوجلوسال برانش وجاجولار برانش، وده انترنال اوديتوري كانال برانش. وهنا قدام ده الانتيريور ديفيجن او الفرينجيال ديفيجن. في الانجيوجرام ده بيوريني انستموزس ما بين الاسندنج فرينجيال خصوصا النيورومينجيال ترانك بتاعه مع الفيرتبرال ارتري، ده فيلنج للفيرتبرال وهيطلع هنا عشان يعمل بازلر ارتري. السبلاي بتاع الجاجولار ارتري يشمل لور كرينيال نيرفز 9 و10 و11 والجانجليا بتاعتهم، بيعمل سبلاي للجلوموس جاجولار تيومرز وبيعمل سبلاي للديورا في البوستيريور فوسا. كده التريتوري دوت بتاع المينينجيال سبلاي بتاع البوستيريور فوسا داخل فيه الهايبوجلوسال برانش والجاجولار برانش، دول من النيورومينجيال ترانك، وكنا اتكلمنا قبل كده على ان هما داخل فيهم برضو الاوكسيبيتال ارتري والبوستيريور اوريكولار، وهيجي معانا طبعا العام الكل في السبلاي بتاع المينينجيس وهو الميدل مينينجيال ارتري. زي ما قلنا في الهايبوجلوسال ارتري ان هو بيدي مينينجيال وديورال برانشز، نفس الكلام الجاجولار ارتري بيدي مينينجيال وديورال برانشز كتير، منهم سمول ميديال برانش ده بيروح عند الكلايفس بيمشي سوبيريور، وده ممكن يعمل سبلاي ل 6 اند 11 كرينيال نيرفز، وبيدي برده تاني ديورال برانشز بتعمل سبلاي للديورا حوالين السيجمويد ساينس. البرانشات اللي عند الكلايفس ممكن تعمل انستموزس مع اللاترال كلايفال ارتري من المينينجيال هايبوفيزيال ترانك، وبالتالي بتشارك في الكلايفال انستموزس، ونفس الكلام ممكن يبقى ليها انستموزس مع الديورال برانشز بتاعت الارتريز اللي في البوستيريور فوسا كلها زي الاوكسيبيتال ارتري والبوستيريور اوريكولار والميدل مينينجيال والفيرتبرال. في تو ارتريز كنا اتكلمنا عليهم ان هم بيطلعوا من الفيرتبرال ارتري اللي هم البوستيريور مينينجيال والارتري اوف ذا فارك سيريبلاي. نفس التو ارتريز ممكن يطلعوا من البايكا، ونفس التو ارتريز ممكن يطلعوا من الجاجولار ارتري. دي من الفاريشنز في الاوريجن. البرانش الثالث الكبير من الاسندنج فرينجيال ارتري وهو الماسكولو سباينال ارتري او ارتريز، ده ممكن يطلع من الاسندنج فرينجيال نفسه او من البوستيريور ديفيجن بتاعته، نفس طريقه الكورس بتاع الماسكولر سيجمنتال ارتريز بتاعت الاوكسيبيتال ارتري. الارتريز دي بتطلع بتمشي بوستيريورلي اند سوبيريورلي، وبعد كده بتنزل انفيريورلي وبتبقى بارلل تو ايتش اذر. وزي ما قلنا هناك ان الارتريز كانت بتروح لكل بوني سيجمنت، بتروح لكل فيرتبري سي 1 سي 2 سي 3 وتعمل سبلاي للبون والماسلز والنيرفز اللي في المنطقه دي. فهنا السبلاي بتاع الماسكول سبينال ارتريز بيشمل الباراسباينال ماسلز مع برانشات من الاسندنج سيرفايكال ارتري من الثايرو سيرفايكال ترانك بالذات عند سي 3 اند سي 4 ريجونز، والسبلاي بتاعها تاني يشمل سوبيريور ثمبسات الجانجليون ابر سباينال نيرف روتس اند 11th كرينيال نيرف، وليها انستموزس مع برانشات من الديب سيرفايكال ارتري من الكوست سيرفايكال ترانك سباينال برانشز اوف فيرتبرال ارتري اسندنج سيرفايكال ارتري عند سي 2 اند سي 3 ليفلز. البرانش الاخير من برانشات الاسندنج فرينجر وهو الانفيريور تمبانيك ارتري، ده ارتري صغير بيطلع من الاسندنج فرينجر نفسه من المين ستيم، او ممكن يطلع من الانتيريور ديفيجن او البوستيريور ديفيجن، لكن الاشهر ان هو يطلع في النص ما بين التو ديفيجنز. ومن اسمه تمبانيك فهو رايح التمبانيك كافيتي او الميدل اير، بيدخل من حاجه اسمها انفيريور تمبانيك كاناليكولوس او كانال اوف جاكوبسون، ومعاه برانش بنفس الاسم اسمه جاكوبسون نيرف، ده برانش من الجلوسوفارينجيال نيرف. من برانشات الارتري دوت له اسندنج وانتيريور وبوستيريور برانش. الاسندنج له كونكشن مع البتروزال برانش في ميدل مينينجيال ارتري، الانتيريور له كونكشن مع الكاروتيكوتمبانيك ارتري من البيتراس اي سي اي، والبوستيريور له كونكشن مع الستايلوماستويد ارتري من البوستيريور اوريكولار زي ما قلنا ده اشهر اوريجين له، او من الاوكسيبيتال ارتري. السبلاي بتاعه من اسمه تمبانيك فبيعمل سبلاي للميدل اير كافيتي والاسوشيتد نيرفز زي 12 كرينيال نيرف اند جاكوبسونز نيرف، يعمل سبلاي للكوكليا فيستيبيول اند جلوموس تمبانيكم تيومرز، له كونتريبيوشن للميدل اير انستموزس مع ارتريز ثانيه زي الستايلوماستويد ارتري سوبيريور تمبانيك ارتري من الميدل مينينجيال انتيريور تمبانيك ارتري من الاي ماكس وكاروتيكو تمبانيك ارتري من البيتراس اي سي اي. ده مثال ثاني لحاله فيها انستموزس ما بين الاسندنج فرينجل والفيرتبرال، ده لاترال اسندنج فرينجل ارتري انجيوجرام زي ما احنا شايفين كده، ده الاسندنج فرينجل وده البوستيريور ودي الانتيريور ديفيجن بتاعته. هنا في فيلنج من برانشات البوستيريور ديفيجن بالذات للفيرتبرال ارتري، هي دي حاله ديورال ارتري فينس فيستولا، فهتلاقي هنا في ايرلي فينس فيلنج.
المهم ان هنا في سبلاي للفيرتبرال ارتري، ولما الصبغه مشيت شويه ظهر اكتر الفيرتبرال ارتري، وبعد كده مال البازلر، وده كده البوستيريور سيريبرال ارتري. طبعا دي انهي سيجمنت كده؟ دي السيجمنت اللي هي عند سي 1 من الفيرتبرال ارتري، يعني دي الثيرد سيجمنت او في 3، وبعد كده مالي البازلر ارتري. احنا طبعا هنا مش موضوعنا الانستموزس، هي بس الحاله قابلتني وانا بحضر المحاضره، دي حاله منقوله من الليتريتشر، فيعني قلت احطها من باب ضرب المثل لحد ما نيجي للانستموزيس ان شاء الله. دي الريفرنسز بتاعت المحاضره دي، هي كلها ريفرنسز مكرره، ولكن هو بس الجديد دي بيبر فيها كلام كويس قوي على الاسيندنج فارنجيال ارتري، وفيها الستريشنز وفيها اكتر من انجل اسيندنج فارنجيال، اللي عاوز يقراها بالتفصيل هيستفيد منها كتير ان شاء الله. بشكركم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.